نعم، هم عرب، هم إسرائيليون، من بينهم المسلمين الدروز المسيحيين وأيضا اليهود. في هذه الوحدة، وحدة الاستطلاع الصحراوية البدوية الذين تأهبوا أبطالهم في 7 أكتوبر ليكونوا من أوائل المقاتلين الذين قدموا ليطهروا منطقة غلاف غزة من دواعش حماس. ففي هذا الشهر الفضيل جئت لأشاركهم في مائدة الإفطار لنرسم معا أروع اللوحات بأمانينا. وإلى كل مقاتل يدافع عن الحق والعدل، أتمنى لكم رمضان مباركا حيث تزهر الروح بالعطاء والتضحية. فمن هنا، من أعلى الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، إلى الجماهير المحتفلة في إسرائيل العريقة والمنطقة، ولجنودنا المسلمين، ولمحبين في الشرق الأوسط والعالم، لنستمر في نشر رسالة السلام والحرية، ونضيء العالم ببصاماتنا النبيلة وجهودنا الجليلة. فكل عام والجميع بألف خير وسلام، رمضان كريم، إفطارا هنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وأنتم بخير.